troisième édition du Congrès international des 70 femmes d'expertise d'Afrique à Tanger. Ce congrès, c'est un congrès qui va permettre en fait de valoriser les savoir-faire de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique est riche et aujourd'hui le thème de la ZECAF est un thème central. Il est très important de montrer la diversité africaine, la diversité culturelle, la diversité de nos savoir-faire à travers les produits qui seront exposés lors de l'exposition de ce congrès dont je vais parler tout à l'heure. تتمينها وكذلك تبيانها والعمل على الرقي بها وجعلها قاطرة للتنمية على المستوى الإفريقي. رأس المال البشري وهو رأس المال يعني رأس المال اللي جد مهم لتنمية جميع الاقتصادات ولتنمية جميع البلدان. اليوم نتكلم في إطار مواكبة هذا الحدث المهم جدا، نحن ايضا نطور ونواكب وننمي يعني الرأس المال البشري الذي هو المتمثل في النساء. الملتقى العالمي للخبيرات الإفريقية بالنسبة لنا كتعاونيات نسوية هو واحد الملتقى اللي غادي يكون فرصة لانفتاح تجاري لتبادل الخبرات لعقد شراكات للاطلاع على ثقافة الآخر. حنايا كإفريقيات من إفريقيا جئنا والحمد لله تربطنا علاقات جد وطيدة مع جد الدول الإفريقية. Alors cet événement qui aura lieu du 7 au 10 mai 2024, c'est le congrès international des 70 femmes d'expertise d'Afrique, dont le thème est l'enjeu de la performance des entreprises africaines au sein de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale, qui va porter sur la créativité, l'innovation, la compétence des entreprises et des femmes africaines. Le حضور ديالنا اليوم في هذه الندوة الصحفية هو في إطار الشراكة ديالنا من أجل يعني اللقاء الذي سيتم تنظيمه هو لقاء 70 امرأة خبيرة إفريقية وهو يندرج تماما في الاستراتيجية المواكبة للنساء ديالنا في المغرب وبالخصوص بجهة طنجة تطوان الحسيمة، استراتيجية الجمعية ديالنا لمواكبة النساء التي تنخرط بدورها في استراتيجية المغربية لإدماج القارة الإفريقية. وعندما نتكلم إدماج القارة الإفريقية نتكلم عن الإدماج الاقتصادي، تنمية الرأس المال المادي بالخصوص التنمية يعني البشرية، الرأس المال البشري اللي هو الثروة الكبيرة جدا للقارة، والتي تنخرط هذه الاستراتيجية كلها هي تنخرط في استراتيجية المغرب من أجل مواكبة القارة ومن أجل مواكبة الصنع في إفريقيا تحت الرؤية السديدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. خصوصية ديال هذا المؤتمر هو فيما يتعلق بلازليكا لا زون دو ليبر ايشانج كونتيننتال افريكان اللي هي غادي نقولوا السوق باختصار السوق الافريقيه التي هي في طور التاسيس واللي المغرب اندمج في هذا السوق هذه من هنا ثلاث سنين وقع اتفاقيه وهذا الشيء تيتماشى مع السياسه الحكيمه ديال صاحب الجلاله نصره الله اللي اعطى التوجه ديالو والسياسه الانفتاحيه فيما يخص الدول الافريقيه وقام والمغرب قام تحت الرعايه الشريفه بعده مبادرات وعده مشاركات في عده دول افريقيه. حاليا المغرب هو من اول المستثمرين في بعض المناطق في المنطقة ديال لا سي دي او وكذلك في منطقة افريقيا الوسطى. Ça fait plus de 25 ans maintenant, et depuis que je la connais, il y a toujours eu en elle cette qualité de deviner, de vouloir en tout cas apporter et soutenir la femme.